يا ابني اللي احنا عاملينه ده؟ انا لسه متفرج على مافيا واحمد السقا اتنكر كده. اقعد ساكت. كمل. على اذنك يا فندم. اللي عرضك دي واحده. اتفضل. في ايه يا عم؟ ايه ده؟ انها النبله. انها الصليب. إيه ولكن بالخلفه النبله. انه اخي عيان واصر على حضور البطوله لكي يشفى. اتفضل حضرتك. الف سلامه. شكرا. وطي صوتك كنت هتكشفنا والله العظيم. اقلبك من على السلم. بس 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 خلاص خلاص انا خفيت. انا هنسى. بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يا حورس. حلوه. ايه ايه ما تلعبش برجلك؟ امال العب بايه؟ العب فوق. فوق ازاي؟ خلي بالك من الملعب، الناحيه دي مش جايه معايا خالص. انا هركز في الناحيه دي ما تقلقش. بوند بوند. خش خش. طيب ليه؟ خش خش خش. انا اللي طلعت. ما تتكلمش ما تتكلمش. يعني ايه؟ انا مش فاهم. ايه؟ انت بتجري ليه؟ انت رايح فين؟ قول لي اعمل ايه؟ ما تلعب انت على الملعب. بس كده مش فاهم. استنى. هزار. ما تلفش ما تلفش. هنلعب كورة؟ ما تتكلمش ما تتكلمش. ايه الهزار دي؟ اطلع دريبل. يا ابن اللعيبة. بس انت عمال يتضرب. اجهز اجهز بالحاجة اجهز بالحاجة. وشوف انا مش شايف الناحية دي خالص. ايه ده؟ ما انت لو ما ضربتش هيفضل يتضرب. هيفضل يتضرب. خلاص. يلا يا حارس. عايزين حكام من الصين. حكامنا معلقين. الواد اتسارع. يلا يا حورس. يلا يلا يا حورس. ادي يا حورس. ان شاء الله هتديها. اخلص. سيبني واصبر اجيب الطبقه دي. ايه؟ حاول تنشم في حته توقعه. ادي يا حورس. يخرب بيتك من السويد. انت جبتها في صندوق الرزاله؟ انا هعمل ايه طيب؟ هتف اللي بيلعب حورس. طيب حاضر. ركز. انا بجيب الطوبه الثانيه اللي لازقينها. هي ديت. هي. يلا طفشان. استنى لما نتاكد انه هيفوز. ايوه. ارجع. ايه؟ ارجع. اقعد. ايه؟ ايه ماسك عينيك ليه؟ اتطرفت ولا ايه؟ شد يا عم ما تلعبش حبيبي. الله 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 الله. ده مات. حد يجيب مقاله ويشيله. الله. يا مين؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم جزمه. الله. دي كنافه. بالاناناس يا معلم. اناناس. انا اسمع ان الكنافه دي بتيجي بالمنيج. سيكهو يا حبيبي. سيكهو. اهدى اهدى. سيكهو ايه؟ انت بتعزم ولا؟ لا يا قمر مش بعزم ولا حاجه. بص بقى يا معلم، انا جاي اخد مها لزازه. تاخدي مها لزازة؟ ده محل ده ولا مكان ولا مكتب؟ انا زازة يا معلم. انت ايه؟ انا زازة. يا نهار ازرق، انت بتبيع ايه جوه المبنى الاسود اللي انت لابسه ده؟ بص يا معلم، بصراحة ما اكدبش عليك، يعني انا الشاسيه شدني قوي. شاسيه؟ اه. معلش حبيبي، هو يقصد مها، بس انت يعني ما تاخذوش عشان اللغه يعني. استنى يا ولي. عينيا يا قمر. شاسيه؟ انا مزغلط. انت ضمك يعني شاسيه؟ انا عم انا عارف ان امي شاسيه وجامده كمان، انا ما اعترضتش. حبيب ماما. ده ايه التلزيق اللي انتوا فيه؟ عاملين ايه ده؟ ايه ده يا ولي؟ قال ابني البكري. ابنك لوحدك ده؟ لا جايباه في جمعيه. انت مش عايز تقوم تلعب بره؟ لا مش عايز العب بره. هو مورينا بس كده عيب برضه يعني. بص يا معلم، انا ابني زازا جاهز من مجاميعه،
جايبه له عربيه ملاكي موديل السنه، مشغلها مع تاكسي اوبر. ده وربنا منورنا. اتاري الواد بيقول يا شيخ ده ما كنت تقوله كده من الاول. لا وايه كمان، عنده 200,000 جنيه في البنك. يا حبيبي يا زهزة، ما تاخد حته كنافه. تسلم يا معلم. ماما ما تقولوش على الشاليه بتاع السخنه. ليه يا حبيبي، خليه يعرف شاليه السخنه وربنا كده بقى. لا يبقى احنا لازم ناخد راي الشاسيه حسب الاصول والشرع، ولا ايه بقى؟ ها هو النبي يا معلم، اصل احنا تعبنا من العرايس الصيني. تبص يا بوستين تبوظ منك على طول. يا نهار ازرق بتبوظ. ده انا كنت بعد اشتري واحده. ما انصحكش، هتفلق منك على طول. ليه هتفلق مني ولا ايه؟ طيب لو كده بقى يبقى نسال الشاسيه ولا ايه؟ يا حبيبي دي بتشتغل بالبرغوت. ابو تعالى واحد يخرب بيت امك. ربنا يخليك. بس عارف يا انت شكلك قور وبتفهم، سبت الصيني ودخلت على الفيل المصري اهو. معلم اصل انا بموت في البر مائيات. ابني حبيبي البطل، ابن البطل حورس اهو يا جماعه، وانا ابو البطل. يا سلام، اللهم لا حسد. يعني فين بقى الميداليه الذهبيه؟ مفيش ميداليه يابا. ايه مفيش؟ احنا كسبنا كده على الله. ازاي يعني؟ والتعب اللي انا تعبته والشق اللي شقيته والحرمان اللي انا اتحرمت عشانك، انا حرمت نفسي من اللقمة كويسة والهدمة النظيفة، حرمت نفسي من الباقة ام 25 جنيه، وانت جاي في الاخر تقول لي مفيش ميدالية؟ يا فاشل يا ابن الفاشلة يا عيلة فاشلة. ما تصلوا على النبي يا جماعة، في ايه بس؟ دي حرس بسم الله ما شاء الله في تحديد المستوي خد نمرة ايه، وان شاء الله باذن الله في معسكر تدريبي خلال يومين. انت بقى من عدد يا منطقه؟ انتوا ايه؟ ايه قمر بقى قدام الناس؟ من الحمار اللي خلى المزيكا تسكت؟ اسود يا حورس، قول لابوك يمشي بسرعه احسن هياكل علقه. خلاص تمام يا ريس، متشكرين لذوقك يا ريس. اختم يا خبر عاقل، اسمعوا يا منطقه، الاستاذ عبد الرحمن الجاير بزازة الدولاب ده خطبنا له الكومباوند بتاعنا. حبيبي ده اخوها، افرح يا منطقة، وانتوا الاتنين انت وهو اول ناس هترقص، رقصهم يا جماعة.